السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتي، قناه محمود رقيه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الخريجه. هكا خرجنا في العشيه للبحر، دينا ليه العشاء. المهم خليكم مع الفيديو، غنشارك معكم شي لقطات، داكشي اللي وجدنا زعما ديناه للبحر. وجدت انا واحد الكيكه ديال المول العجيب، واحد البسبوسه حتى هي فايت شاركتها معكم. وهنا مرت خويا غادي وجدت حتى هي الحريره، الدراري باغين الحريره، وجدت لي الحريره. وجدت انا قسم الله، المهم مشينا وعدي اختي مشينا مجموعه للبحر. البنات درنا ربعة البيضات، كاس ديال السكر سنيده. المهم كما قلت لكم راه الكيكه فايت شاركتها معكم وغير مؤخرا، يعني ماشي بزاف. هذه غادي درت البيض والسكر سنيده وفاني، وغادي نطربوه مزيان. تنطربوه مزيان حتى يطلع مزيان. المهم غادي نشارك معكم اللقطات البنات، ما غاديش نشارك معكم كلشي هنايا، غادي نشارك معكم اللقطات وصافي. المهم هاد الكيكه راني فايت شاركتها معكم، غير المره اللي فاتت شاركتها معكم درت فيها دانون، يعني ياغورت طبيعي، وهنا درت فيها الحليب، يعني اللي توفر لكم بحال دانون بحال الحليب. انا عوضته بالحليب، ما عنديش دانون، عوضته بالحليب وصافي. هادشي اللي كاين البنات. هاد الشكلاط اللي شفتو محطوط هنا راه ما غاديش نستعملو دابا، غنستعملو حتى لافات الاخر زعما في لاصوص ديالها وصافي. البنات خليكم مع الفيديو، وكما قلت لكم غادي نديروا واحد الفلوق في البحر ان شاء الله. غنهبطوا البحر في العشيه، وبغينا نوجدوا هذه الكيكه ونشاركها معكم. صافي هذه بنت اختي كتصوف الكيكه. صافي غادي نطربوا هذاك السكر والبيض مزيان حتى يطلع لينا مزيان، حتى يتبدل لينا اللون ديال البيض، عاد نزيد المقادير اللي باقي. صافي البنات بعد ما خلطنا الكيكه ديالنا، زدنا الزيت، زدنا الحليب، درنا الخميرات ودرنا الدقيق كما كتشوفوا، درنا داك الساشيه ديال الكاكاو وكنخلطوا. دابا غادي نديروها الفران، دابا راني شعلته كيسخن، وغادي نديروها في المول ديالنا، غادي نديروها في هذا المول العجيب. المهم هو هذا، دهنته بشويه الزبده ودرت لي شويه الدقيق. صافي غادي نديرو هذا في الفران حتى غطيب ونرجع معاكم. هنا غادي نصوب سميتها، غادي نصوب البسبوسه البنات اللي حتى هي فايت شاركتها معكم، كتجي زوينه. حتى هي البنات راه المهم هاد البسبوسه هادي حتى هي نفسها بحال اللي صوبتها معكم، كتختلف غير في النكهه. غير هادي درتها بسميتها، درت فيها النكهه ديال الليمون، درت غير الفاني، كلتها غير بالفاني. صافي درت هنا السكر وبيضه وحده، كاس ديال السنيده وبيضه وجوج فانيات. غادي نطربهم حتى هما، يا حتى هما غادي ندير كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، وجوج كيسان ديال السميد الرقيق ديال البسبوسه. صافي هادشي اللي كاين، غير الفرق بين هادي وداك اللي فايت شاركتها معكم، كاسها بالليمون، كاسها بالمذاق ديال الليمون، درت فيها القشر ديال الليمون وعصير ديال الليمون. هادي لا، هادي مكاسها غير بالفاني، الفاني البنات هي كتجي زوينه. المهم بحال المهم الفرق بيناتهم غير النكهه، المهم النكهه راه كتنكهو باش ما بغيتو. صافي كنطرب مزيان حتى غنطرب هاد صافي. بعد ما طربت البيض ديالنا تولى على هاد الشكل هذا، غادي نزيدو الزيت، غادي نزيدو كاس ديال الزيت، غنزيدو نطربوه.
هانتوما كيما شفتو. وغندير جوج كيسان ديال السميد وجوج معالق ديال الكوب وجوج خمارات ديال الحلوى. هنا البنات صافي البسبوسه ديالي طابت كما شفتوا، راني قطعت منها الطرف لولدي حيت ما غاديش معانا. وهنا الكيكه اللي قلت لكم مول العجيب عمرتها بالكريمه ديالها كما صاوبت معكم داك الخطره. المهم انا غنخليكم الرابط ديال هاد الكيكه ديال مول العجيب والرابط ديال البسبوسه غنخليه لكم في صندوق الوصف. وهنايا راه بركنا هنا حدا البحر، ما نقولش لكم الجو البنات علاه مزويناتو. وجبنا هنا الحريره وجبنا اللي قسم الله. المهم صافي البركه اللي قسم الله وجينا بركنا هنا تاع لينا واحد الصراحه، ولكن واخا كراج ديال صاف خوت البنات سيدي بنتي يعني ما بقاش فيها الشره والتامره كما كانت، ولكن باقي الحال سخون باقي الجو زوين في الشيء اللي تخرج على البحر والبحر. وهادشي اللي كاين البنات، نتمنى يعجبكم الفيديو وتشوفوا اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم معايا. شكرا لكم بزاف، متنساوش ليا اللايك اللي كيتفرجو كيتصاوبو ليا اللايك على البلاصه. وهادشي اللي كاين وكاين فيديو اخر قدام، المهم كاين فيديو اخر. المهم انا جبت لكم هنا لقطات من هادي ديال العشاء